سلام ياسرين، لاباس بخير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم، مرحبا بكم انا في حلقه جديده من برنامجكم اللي كيجيب لكم الشهيوات وكل مره مع الشيف وكل مره مع غساله. اليوم مع الشيف ايوب. سلام شيف ايوب. سلام، اش اخبارك؟ الحمد لله وانتم لاباس. شنو ولفناك في هذا البرنامج؟ بارك الله فيكم. انا كذلك. الوغ سي كوا لا غوسيت ديال اليوم؟ اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم واحد الطبق ديال السمك. السمك اللي غيطيق طيب بواحد الطريقه جديده ان شاء الله. اش من طريقه غادي يطيب بها السمك؟ غادي نطيبوه في واحد لاكريم ديال اللي دكوكو مع الحليب ومن هذاك الحليب غادي نخرجوا لاكريم. تري بيان. الوغ بالنسبه لهاد لا غوسيت شنو كنحتاجوا؟ تنحتاجوا ليها السيترو ديال الحليب، كذلك تنحتاجوا اللي دكوكو، طبعا السمك ديالنا اللي اختارينا احنا الدوران. دوران تري بيان، من احسن يكون بواسون بلو. كذلك شويه ديال الحوت مقطع صغيور. دوران نيت. نيت الدوران. وي. تحتاجوا ليها ليمون بوزروك والصومون فيمي شويه ديال الجلبانه الزبده وبطاطا باش نديروا لا بيوري. تري بيان. وبيان سور عندنا هنا مليحه وعندنا هنايا مجموعه العطريه. العطريه ديال السمك. نعم، العطريه ديال السمك. تري بيان، على بركه الله. شنو هي بروميير ايتاب اللي كنديروا في هذه الاكلات؟ غادي نسخنوا الحليب ديالنا مع اللي دكوكو وغنزيدوا عليهم لي بواسون اللي عندنا. دوك غتهرب عليا وتمشي لا كويزين. وي خيبيا، أرجع لكم بعد قليل إن شاء الله بمشوا الطريقة ديال الطياب مع الشيف أيوب في لاكويزين. أول شيء تنبداو به هو الطياب ديال البطاطا باش نصيبوا لا بيغي، حيت هي اللي كتعطل. كنديروا البطاطا ديالنا طيب كما تلاحظوا بالقشرة ديالها هكا من الأحسن، حيت ملي كيدخل ليها الماء ما كتجيش مزيانة. فوالا كنخليوها طيب وكنشعلو على الحليب ديالنا. نسيطرو هاد الحليب، تنزيدو عليها 500 مليلتر ديال لي دكوكو. فوالا، كنزيدو الصومون ديالنا، الصومون فيمي. كيعطي واحد القيمة غذائية زوينة وواحد النكهة كذلك رائعة. كنخليوها تيبوي مزيان. هلا الحليب راه بدا تيبوي. كنبورشيو فيه البواسون ديالنا لا دوغاد وكنسلقوه فيها، كنديروه ديريكتومون تما دغيا كيتسلق. ما تيفوتش 4 دقائق. فوالا، دابا كنبداو نضيفو لاسيزونمون ديالنا لي زاغومات. هاد التوابل مخلطين فيهم كلشي تقريبا، فيهم تيتكون من القشرة ديال الحامض والغوماغا لو تا لوريغون، كاع الأعشاب المنسمة كاينين هنايا. تنديرو جوج معالق صغار هما اللي كينسمون لينا. نزيدو شويه ديال البيرسيل. ها شويه ديال المليحه. كذلك كنضيفو ليمون ديالنا، كنضيفو بوزروك ديالنا، ليمون مزيان ديجا مغسولين ما فيهمش الرمله. ها كنخليوهم يتمجوطو مزيان. فوالا، تنقلبوا الحوت ديالنا واش طايب، راه طايب مزيان، وتنحيدوه، تنخليوه أبار، كنزيدو هنايا القطع ديال السمك اللي مقطعينها صغيرة، وتنخليهم يطيبو مزيان، فوالا كنخليو بواسون لاكريم تليا مزيان، زيد تعقد. كنزيدو جلبانة باش كنفاريو. جلبانة ديجا سلقناها
فوالا. واحد الريحه طالعه شهيه واعره، الريحه ديال لي كوكو مع الصومو مع فواكه البحر ليمول، كتعطي واحد النتيجه هائله. تنخليوه مزيان يتميجوطا، تنشوفوا البطاطا ديالنا ما تنساوهاش باش تخليها طيب، راه تخليها طيب ما خصهاش يطيب بزاف كما قلنا باش ما يدخلش فيها الماء وتولي طايحه، حنا بغيناها ندريسو بها تكون واقفه. فوالا، قبل ما نديرو لاكريم ديالنا كنحيدو شويه ديال الليمول مع الجلبانه، كنخليهم ابار للدريساج، تنخليهم مع السمك ديالنا اللي ديجا حيدناه. ولاكريم تنخليوها مزيان تعقد كيف كتلاحظوا، هي بدات كتقل. دابا غندوزو غنميكسيوها، غنخلطوها في الخلاط الكهرباء باش تعطينا واحد النتيجه كريمي ان شاء الله. من بعد ما لاكريم ديالنا كتقل مزيان، كنخليو فيها شويه الصومون فيمي وشويه ديال الليمول وشويه ديال البواسون اللي مقطع طريفات صغار دورات. دابا كنميكسيوهم، الكريم ديالنا واجده، تنحطوا لاكريم ديالنا فوق وكندوزو البطاطا. البطاطا راه واجده دابا تسلقات باش نبريسيوها باش نديرو لا بيوري ديالنا. كندوزو نقاو البطاطا ديالنا فوالا، كنكملوا التقيه ديال البطاطا اللي غادي يطحنوها مع الزبده والملح والابزار وشويه ديال الجوز. نكملو في الدريساج حتى كتولي لينا ليس بالمساعده ديال الزبده هي اللي كتعطيها النسمه زوينه، كذلك شويه ديال المعدنوس سيزلي. كنحصلوا على هذه النتيجه، من بعد كنديروها في البوش باش نديكوريو بها. مشاهدين ديالنا، حنا رجعنا لكم بعد ما شفتوا الطريقه التحضير مع الشيف ايوب في لا كويزين. دابا وصلنا لا ديرنيير بارتي ديال هاد لا روسيت، هي لا بارتي دريساج. نعم، الوغ ايوب هنايا ديري ريكابيتولاتيف شنو درتي في لا كويزين. وي درنا لا كريم ديالنا طيبناها وي مع ليمول ومع بواسون سومون فيمي وليد كوكو، عطات واحد المذاق زوين بزاف. وي دابا غندوزو لمرحلة الدريساج. يلا على بركة الله. بالمساعدة ديال السيركل. وي. غادي نصونطريو لافريز ديالنا اللي هي جلبانة وبوزرو وقطع ديال السمك صافي. وهنا شنو عندنا؟ تما عندنا لابيغي، لابيغي دو بوم دو تيغ. داك. البطاطا. طحناها مع الزبدة. ونكناها بشوية ديال المعدنوس وشوية ديال الزبدة وشوية ديال نواد المسكر. بعدا الريحة ديالو غزالة وتا لا كولور ما شاء الله، ولا كويسون ديال الحوت ديال السمك ضروري يكون ملي كيطيب بزاف كيقصح. كيقصح، طاب غير شوية ما طابش بزاف. كنسونطراو البواسون ديالنا وكنزوقو بلا بيغي من الفوق. تري بيان. دونك توائر بحال هكا. كيف ما كنقول كل حلقة واحد كياكل بالعين وبالمذاق، مهم بزاف. دونك دابا درنا لا بيغي ديالنا اللي عطات هذا المنظر كيف ما كتشوفوا، ودابا غادي نزيدو لا كريم، كريم دو بواسون بوحدها ما فيها ني ليغوم ني ريان دو تو. فوالا تري بيان.
تبارك الله عليك شيف ايوب، وصفه غنيه وبنينه ولذيذه بيني وبينكم طقت في الكواليس. الديكور ديالها المنظر الله يعطيك الصحه. شكرا لك. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، شكرا متابعين ديالنا، نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله افيك نوفيل غوسيت.